مركب بصراحه، بس مركب بالاسرار البروميل اللي هي ما بستعملها كل دول العالم بيستعملوها بمركب بصراحه. النهار الاحد وين هيدا المركب؟ على شوفة عينك كنت عم تقولي ما فيني عم بوقف، يا ريتك جيتي من اول النهار وكشفتي بعينك اللي حصل. ما حدا اتصل فينا وقال شو صار عندكم، ولا درك طلعوا كشفوا، ولا يعني بتحسي انه هن كلهم معنيين بهالمكب، من معنيين بالمواطنين، معنيين بالمكب. اجت علينا شباب الضيعه كلها صاروا يطلعوا بالاولاد، والاطفائيه هون وقفت قدامنا تطلع، والاولاد اسعفوهم راحوا فيهم على المشفى. هون صار المكب بيبعد عنك هلا يعني انت 50 متر بصير المكب تحت منك، وهيدي اقمشنا كلها يتسولها هيدي الضيعه المجاوره لألو. يعني هيدي الغيوم كلها سوا، هي ريحه الحريق والدخنه اللي بتغرق الضيعه. اللي شممتيها حضرتك هلا، اللي انت شممتيها حضرتك هلا واللي عم تشوفيها هودي من الزباله من تحت، وهيدي الضيعه كلها تليكي كيف كلها رايحه على البيوت، كلها رايحه على الناس. العجز الكبار بالسن الاطفال اللي هن الضيق واللي عندهم مشاكل صحيه بصراحه، خليني اقول هيك، اللي عندهم مشاكل صحيه هن اللي اكثر شيء تضايقوا بهيدا الموضوع. اما حالات جلديه وكذا قد ما بدك في عندنا منها موجوده، هيدي ما لها علاقه بالحريق، لها علاقه بالمكب من الاساس. بالمكب من الاساس، هيدا القمح اللي احترق كانت العالم شايلته وحطته بالارض، بدها تدرسه وتشيل الحنطه تبعه وتشيل كذا، هيدا كله راح، لمينا اللي باقي هون لميناه واخذناه. استاذنا وراحوا المرعاية تبع الغنام 10,000 متر، زرع قمح وشعير وبيع وكل ياتو هذا راح. اول يوم اليوم المشكله نحن واقعين بين فريقين سياسيين متناحرين على هالمكب، كل واحد بشد له الطرف. المي اللي نازله تحت بيتي بالوادي عم تشرب منها اراضي شارع حميرين، البندوره والخضره والخيار كلها عم تشرب من المي، كل سهل عكار عندنا تحت ارجع عم تشرب من مية المكب، وعم يصير اللي عم بيكمل الخضره عم يصير مع امراض سرطانيه. هذا المسؤول اللي عم بيكمل الخضره، ما عم بيكمل الخضره، ما عم بيخاف على اولاده، ما عم بيخاف على اهله، هذا المسؤول اللي عم بياكل ورق الخضره. هيدي اجوا عملوا لنا هون هذا المطمر على اساس صحي، سكتوا الناس فيه، عملوا منظر، قرطوا 12 مليون دولار، ما عمل الفرز، وزعوا على بعضهم، لا شغلوا ما عمل الفرز، ووعدوا الناس وكذبوا على الناس، ومنعاني ما منعاني، مش عندي مجرى. هودي البراويز يعني طبيعي النحل اللي نفق من 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 الجرون تبعه، هودي البراويز تبعه شايلين انه معلقين، هودي ما ضل فيهم نحل واحد، يعني ليك الجرن اللي باقي فيه نحل كيف بتشوفيه، وشوفي اللي فالن منه النحل كيف عباب ومفشي. يعني ببلاد الاجانب اذا 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 سياره ضربت كلب اجل هيك بيجي طاقم طبي مثل ما هو لا يحكموه، يعني رح نموت كلنا وما حدا، او اصلا دولة ما عندنا.